استقبلوا معنا العام الجديد 2024 في مهرجان الشيخ زايد، واستمتعوا بأضخم عرض للألعاب النارية وعروض لدرون لأكثر من 60 دقيقة، والذي سيحطم 4 أرقام في جينيس للأرقام القياسية من حيث الكمية والوقت والشكل، واستخدام أكثر من 5000 درون في سماء الوثبة لأول مرة بالمنطقة، إلى جانب عرض الليزر الضخم والذي يستخدم لأول مرة في المنطقة، وعروض نافورة الإمارات والأضواء، وإطلاق أكثر من 100,000 بالون، وغيرها الكثير من العروض والفعاليات الترفيهية من مختلف أنحاء العالم.